السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك عزيزي الدارس، مواصلة إن شاء الله لهذه السلسلة الخاصة بإدارة التعليم عن بعد. كما شرحنا في المقطع الأول الواجهة الرئيسية لحساب الطالب وكيفية الدخول عليه، أيضا شرحنا كيف نقوم بمتابعة المحاضرة وكيف ندخل على المحاضرات اليومية. توقفنا عند نقاشات الطلاب والردود والأسئلة التي قام بوضعها الطلاب هنا في هذه الخانة أو في هذا الجزء من الشاشة. ستظهر أمامك نقاشات الطلاب أو نقاشات الطالب. طبعا جميع طلاب الدفعة سيكونون معك في هذه النافذة. عند طرح أي سؤال سيستفيد منه جميع الطلاب. إذا كنت أنت من وضعت هذا السؤال، مثلا هنا الطالب حسين عوض قام بوضع هذا السؤال، سيتم مشاهدته عند جميع الطلاب مثل ما هو موضح هنا أمامك. في طالب آخر هذا اسمه محمد عوض قام بالسؤال آخر ظهر أمامك في صفحتك. أيضا هنا جميع أسئلة الطلاب، هنا طالب قام بالسؤال، هنا أيضا طالب قام بالسؤال، جميع الأسئلة التي موجودة طبعا سواء كان سؤال أو إثرة لأي موضوع. طبعا هنا أيضا يأتي رد المدرس مباشرة على السؤال، مباشرة كل سؤال يكون رد المدرس في أسفل السؤال مباشرة، وبإمكانك الاستفادة من جميع الأسئلة التي يقوم بوضعها الطلاب. هنا هذه النافذة إذا كنت ترغب أنت بالسؤال للأستاذ أو مثلا برد على موضوع معين أو بإثراء موضوع ذكر نقطة من النقاط التي ذكرها في المحاضرة بنوع من التفصيل، بإمكان هنا اختيار أحد هذه الخيارات الثلاثة ونختار مثلا سؤال. هنا أيضا النص هو السؤال الذي ستضعه، تقوم بكتابته في هذه الخانة. لو افترضنا سؤال مثلا هنا، هل يوجد تعريف آخر لمعنى علوم القرآن؟ أيضا هنا إذا أراد الطالب أن يكون هناك سؤال خاص بمدرس المادة هذه فقط فيقوم بكتابته هنا. عند كتابة السؤال في هذه الخانة التي مكتوب عليها النص هذا سيظهر لجميع الطلاب، لكن إذا كتبت السؤال ولنفترض نفس السؤال هذا كتبته هنا في خانة الخاصة بالمدرس ستظهر للمدرس الخاص بهذه المادة فقط دون أن تظهر لجميع زملائك البقية. بعد كتابتها نقوم بالضغط على زر إرسال، ولاحظ أنه يظهر أمامك هنا في نهاية الأسئلة السؤال الذي قمنا بإضافته مثل ما هو ملاحظ هنا تم إضافة التعليق، سيظهر هنا أمامك وأمام جميع زملائك. هذا بالنسبة لكيفية متابعة المحاضرات. طبعا هنا أخذنا نحن محاضرة لمادة علوم القرآن، نعرج مثلا لو أخذنا مادة أخرى كيفية الدخول أيضا لمادة مثلا أخرى بالرجوع مباشرة إلى جدول المحاضرات. لو افترضنا سنأخذ مثلا هنا مادة اللغة الإنجليزية بنفس الطرق السابقة، نضغط على زر متابعة المحاضرات. هنا لاحظ أنه لدينا محاضرة واحدة فقط، عنوان هو هذا العنوان، نقوم بالضغط على زر تفاصيل مثل ما أخذنا، يكون معنا هنا رابط المحاضرة، أو عندما نقوم بالضغط مباشرة عليه سيظهر أمامنا هنا مادة اللغة الإنجليزية. هذه مقرر اللغة الإنجليزية مثل ما أخذنا في مادة القرآن. هنا وصلنا عزيزي الدارس إلى نهاية هذا المقطع الخاص بجدول المحاضرات وكيفية متابعة المحاضرات والرد على وضع الأسئلة لعضو هيئة التدريس. ستكون معنا إن شاء الله في المقطع اللاحق كيف نقوم بتحميل المستندات والوثائق والمناهج، هذا إن شاء الله ما سنتعرف عليه في المقطع اللاحق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.